ان حسين الشحات نجم كبير جدا ونفسنا وعليه شعبيه كبيره، ممكن جدا الناس تكون زعلانه منه في جزء او في وقت معين، لكن في النهايه يا فندم هو لعيب كويس جدا صحيح. جدا جدا ويستحق مننا كل الاحترام وكل التقدير. وبما ان حضرتك يعني ما اعرفش هل ده احب اقول رساله للكابتن حسين، كابتن والاساتذه في قناه الاهلي، يعني انا اتمنى كابتن حسين ان يعني انا بدايه يعني اعتذر لو الاسلوب كان جارح في بعض النقاط. شكرا جزيلا يا استاذ سعيد، عايزك تتاكد تماما ان سعيد علي اللي كتب ده بيامل ويتمنى ويتعشم اكتر من كل الدوائر اللي انت ممكن تعتقد حواليك داعمه ليك انه يشوفك في النسخه الافضل منك. وانا قدمت كتابات كتيره جدا جدا، يمكن ربما انا كنت حتى متطرف في الاشاده بيك. يعني انا لما كتبت عنك بنفس احساسي وانا بشيد بيك اتهمت بان انا بطبل لك او بمارس حاجات من كده، برضو الطيار الثاني شافني كده. لكن نعم. عايز اقول لك ان الموضوع بعيد تماما عن شخصنا يا كابتن، واتمنى ان هو يكون حرك فيك بعض الحاجات وان انا اشوفك في نسخه افضل واشوفك في منتخب. هو ده مبتغانا دايما يا استاذ سعيد طبعا. هو ده مبتغانا. واحب يا كابتن اسلام برضو يعني يهمني جدا حضرتك وزملائي فريق الاعداد واساتذتي في قناه النادي الاهلي، طبعا حاجه ما تبسطنيش خالص ان الاستاذ عادل الصيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي وهم يعني اساتذه كبار طوال الوقت احنا بننتظر نتعلم منهم طبعا، زي انهم يكونوا زعلانين مني فانا لا بتقدم لهم. لا يكفي اعتذارك واحترامك ده شيء محترم جدا. انهم وفوق راسي وانا طول الوقت حريص ان انا اتواصل معهم او اتعلم منهم طبعا. او انهم يكونوا شايفيني بالصوره اللي انا احب اكون بيها ان شاء الله. انا اللي بشكرك يا استاذ سعيد. امير لو عايز تقول حاجه. طبعا انا عايز احيي سعيد على اعتذاره بصراحه، ودي حاجه تحسب له، تحسب لك انت كمان بالمناسبه لان انت اللي اتكلمت في هذا الامر. يعني طبعا احنا النهارده بنكمل شغل امير لان امير هو اللي اتكلم في هذا الامر امبارح الحقيقه. كلنا يا كابتن طبعا بنكمل شغل بعض في قناه النادي، ودي حاجه احنا بنتشرف بيها جدا طبعا. لكن انا بحيي سعيد على اعتذاره، دي حاجه طبعا تحسب له، ومفيش حد برضو، دي حاجه انا عايز اكد عليها، مفيش حد فوق النقد يا جماعه، كلنا قابلين للنقد طالما ارتضينا بالعمل ان احنا نشتغل في العمل العام، ده طبيعي جدا. لكن في فرق ما بين التجريح وما بين النقد.